والخير. اليوم يوم رمضاني وانا حاليا صايم وجوعان كتير كتير، خليني انزل اشوف مين في بالاسفل. كوكي، كركور، دودو، وليلي، شو بتسوي هون؟ يعني شو منسوي هون؟ احنا جالسين بننتظر اذان المغرب عشان بدنا نفطر. والله اني انا جائع. والله وانا يا كركور، بس شو بدنا نفطر اليوم؟ والله ما بعرف، بابا وماما مسافرين. وانا بابا وماما مسافرين. وانا بابا احمد وماما سوسي مسافرين. طيب شو بدنا ناكل اليوم؟ ما بنعرف نطبخ احنا ابدا ابدا. انا بعرف اطبخ لكو. ايه شو بتعرفي تطبخي لنا يا ليلي؟ بعرف اطبخ لكو التفاح. هاي مش طبخة، كل واحد يرجع على المقعد تبعه. خلينا نشغل التلفاز. يلا يلا، خليني انا اجلس هون. يلا يلا شغل شغل، خلينا نشوف. ايه اهلا وسهلا، كل عام وانتم بخير. بمناسبة حضور شهر رمضان المبارك، انا هو فانوس وانا اجت لكم من بعيد عشان اعطيكم هذا التحدي. تحدي اليوم لازم انتوا تهربوا من السجن تبعي عشان اجهز لكم افضل واروع واجمل واقوى واطول سفرة افطار رمضانية بالعالم. والى اللقاء. واو، ايش هذا يا زعرور؟ والله اشي كتير اسطوري. نعم، هاي هاي يا شباب، لازم نروحنا على سجن. والله بشبه هذاك من الفنانيس السمين اللي طلعنا قبل قليل. نعم، هذا دب وهذاك دب صغير. والله يا كركور، يلا لازم احنا اليوم ناكل ألذ الأطباق وألذ المأكولات على سفرة الإفطار. نعم، يلا طيب على السجن تبع فانوس. هيا بينا، تعالوا معاي. واو، هينا احنا الآن جينا على سجن الفنانيس، هينا انحبسنا هون. نعم نعم، بدنا نطلع من هذا السجن. نعم بدنا نطلع احنا من هذا السجن عشان يعطينا فانوسي الشرير الطعام. نعم، الآن احنا موجودين في سجن الفنانيس 100%، ولما نطلع من هذا السجن رح يعطونا ألذ سفرة رمضانية بالعالم. يلا طيب بدنا نفوز، يلا بدنا نفوز. نعم، يلا انا وكاكي رح نسبقك. يلا يلا. بدهم يسبقونا، اطلعوا هذا السمين تبع الفنانيس حابس كل الشرطة الاشرار زي ما انت شايفين. وهي كوكي، وين دودو؟ هين انا سبقتك. يلا خلينا احنا نسبقهم، خلينا نسبقهم. يلا يلا يلا، هيا بينا. يلا بدنا اليوم احنا نفوز على هذا التحدي ونفوز على الفنانيس يا زعرور يا كركور. اكيد 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 يا ليلي. يلا زي هيك قفز قفزتين، بدنا نفوز يا كركور. طيب ماشي ماشي، يلا شوي شوي ركزوا، ما بدنا نخسر. اكيد والله كنت انا رح اخسر. شو هذا؟ دودو كوكي سبقونا كتير. سقط كركور. يا الله كركور. يلا 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 يا عيني جيت. رائع. يلا يا حبيبي، هيا فانوس، هيا فانوس البطل، طلع يا موجودون. يا حبيبي لازم نبعد عنه، هذا فانوس الملاك، بدنا نبعد بعده يا شباب. خلينا نبعد. تعالي لون، تعال اطلعوا، هيا فانوس الملاك موجود بالاسفل. والله شايف، وهي كمان حابس كل الشرطة الاشرار. والله شايف هذا الشرطي الاصلع اللي على راسه ضوء
الأحمر. نعم، وكمان حابس الباري، هذا الباري بوليس الشرير. نعم هيا حابسه، هذا يمكن يكون طيب فديروا بالكو. نعم هذا فانوس البطل الأسطوري يمكن يكون طيب، وهيو هذا الطباخ كمان. يلا تعالوا معايا، خلينا احنا نفوز ونطلع من هذا السجن احنا الخمسة عشان ناخذ السفرة الرمضانية اللذيذة. يلا يلا. نعم 100%. يلا خلينا نسوي زيك. هي استنى شوي انا سقط. يلا كركور روح انقذ ليلي، روح. يلا 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 انا قادم يا ليلي عشان اساعدك وامسك ايدك، تعالي لهون. شكرا. يلا يا كركور حركوا، احنا ثلاثة مع بعض وعند صلاة المغرب، عند اذان المغرب احنا بدنا نفطر ألذ فطور بالعالم. نعم ألذ افطار بالعالم. هوني عي قراف قراف، ما في اي اشي. شو هذا الاشي؟ هيا وي. واو شو هذا المكان؟ هذا هو الكافر رمضاني زي ما انت شايفين. والله انه اشي بصراحة احكي لك الصدق. نعم ايش؟ اشي كتير مرعب. نعم بس اهم اشي انه ما في ملهيات، يعني ما في طعام على الارض، عشان اذا في طعام على الارض وطعام هون وهون انا رح اكون جائع جدا. نعم نعم. يلا بدي افرجيك هاي الحركة. زي هيك وزي هيك. هي ليش هيك بتسوي ليش؟ هاي هذه خدعة من الخدع الاسطورية تبعتي. لا ترجع تعيدها لانك اخرتنا انت كتير كتير. طيب ماشي. يلا هي فيوني العاب، خلينا نقفز من هون لهون. يا سلام. طلع شو قدامي هذا المشروب، تعالون انت صايم. والله الكرة هاي كانت راح تدمرني. بتتوقع اني اوصل انا ولا لا؟ يا رب اوصل. والله قريبة. يلا يعني حاول كمان مرة يا زعريور. راح احاول كمان مرة. بتتوقع اني انا اجيبها ولا لا؟ يلا اول ما تمشي الكرة بسم الله الرحمن الرحيم. لا ما راح تزبط معاك، ما راح تزبط معاك. والله شكله نعم ما راح تزبط معاي. يمين. يلا يمكن من الان. بتتوقع اني انا اقدر ولا لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. سويتها. كيف؟ والله اسطوري انت. نعم فعلتها عشان تعرفوا ان زعرور راي فانوس الحارس الطفل الصغير. نعم والله كيوت كتير. والله لكنه والله سريع سريع يا ماما، والله سريع. قرب قرب. تعال هنا. يا رب منك يا فانوس الصغير من فريق الفنانيس، من فريق الفنانيس. يلا 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 يا كركور حرك حرك. يلا 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 يلا. خلينا الان احنا بدنا نفوز. والليلي هيني يا زعرير. يلا تعال. يلا يا ليلي هيني انا وراكي. بدي احاول نقفز على راسك. ما رح تقدر ما رح تقدر. والله ما قدرت. والله اشياء غريبة، هذه مناطق الفنانيس جد غريبة، وهذه هوني في غيوم. نعم عشان بالليل بيكون في غيوم، فهذا يعني في غيوم. لا تشربوا من هذا المشروب، لا تشربوا. نعم لان احنا صايمين. نعم فقط لما انا وضعته بايدي انا اخذت هذه الطاقة، طاقة السرعة. بس الواحد مش لازم انه يشرب بشهر رمضان اي اشي. نعم نعم من اذان الفجر حتى اذان المغرب. ياي ايوه يا كركوري كركوري. يلا يا كركوري. يلا يا زعرير. هين احنا الثلاثة مع بعض. استنوني هيك وقعتوني. يلا يلا هيني جيت. وي الحركة اسطورية يا كركور. يلا الان مين اول واحد بحط السلم وبيطلع فوق؟ انا. ايه محطوط السلم طلع. والله اشي مضحك. والله انه اشي مضحك. بنفتح هاي وبنطلع. انا الاول.
هي انا الثانية ياي انا لحد الان اخيرا اني سويتها. نعم يلا اركضوا اركضوا شوي شوي. هي راح افوز عليك، انا اللي راح افوز. يعني بدكم اياها تحدي وسباقات؟ انا بفرجيكم كيف. اطلع 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 يا زعرور. يا سلام بتجي من الزاوية بتقفز قفزات الملوك. كركوري كركوري ما حد يتحداني، هيني انا بنهبهكو وبحكي لكو هذا الكلام لاني ملك التحديات وملك السرعة. بدكو افرجيكو كمان؟ وبا كيف كيف بدون ما نسقط بدون ما نموت احنا ملوك التحديات. بدون ما نسقط بدون ما نموت احنا ملوك التحديات 100%. يلا ليلي هيك كركور سكر على ليلي. طيب ماشي سكر عليها. هي توقفوا توقفوا سكر عليها ما راح تمري. هي لا 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 يلا نسكر عليها يلا ما راح تمر من هذا المكان. هي بعد عني بعد باي. تعالي لهون زي هيك راح نوقف راح نوقف في طريقك. نعم وقف وقف في طريقه وقف. تعالي لهون ما راح اخليك تمشي. هي توقف زعرور. يلا زي هيك وبعدين بنتقدم مثلك. هي انت كيف صرت المركز الاول كيف؟ لا لا والله كنت انا راح اصير المركز الخمسين. شو هذا؟ لا هي زعرور هي نفذنا عليك. انا راح اوقف وجهك يا ليلي توقفي. واو معقول كركور سوا؟ خلينا اشوف. هيني انا سكرت عليها. يا سلام شكرا لك يا كركور. والان تحدي اني اقفز بدون ما اشوف اللي قدامي. يا سلام. لا والله ان تحدياتك كتير كتير صعبة. بعرف بعرف بعرف. لا معي 5 محاولات وهذا هو التحدي. المحاولة رقم 2. يا لا 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 هي المحاولة رقم 3. ولا صعب يا زعرور؟ والله يا ليلي صعبة كتير 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 بس مش علي الصعبة. انا راح افوز. لا اخر محاولة وبعديها خلاص راح ارجع انا طبيعي 100%. خلينا اكمل. ها ها يا رب. يا سلام يلا على اللي بعده. اخر مره. طيب احلف انها اخر مره. والله العظيم انها اخر مره. يلا الاولى ثانيه ثالثه الرابعه ممتازه الى حد الان الخامسه السادسه السابعه والثامنه. لا وضيلك وحده. شو هذا الحظ؟ خلص لاني انا حلفت وما بصير الواحد يتراجع عن الحلفان تبعه. نعم نعم هذول كل هذول العقبات انا تعديتها وانا مش شايف قدامي. وصلت لاخر وحدة وبعدين سقطت. والله اسطوري اسطوري. يلا خلينا نفوز. يلا يلا رح نفوز على هذا الفانوس ورح نفوز عليه وبعدين رح يعطينا الاذ افطار بالعالم. نعم 100%. ايش هذا يا ليلي علقنا احنا هون؟ هي ايوه هيك طلعت. يلا يلا بدي اسكر عليك يا كركور. ها ها هاي بعد 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 يا زعرور راح اسكر عليك. هو ما راح اخلي اي احد يعدي هذا المكان. هاي والله حلوه. الان مين راح نقابل؟ اي طباخ راح نقابل؟ خلينا نشوف. ما في اي طباخ. هاي فانوس الطباخ. تعال هون. ليش هيك صوته؟ والله صوته زي الرجال الكبار. والله خلينا اسلخه زي هيك. هيني قاعد بضرب فيه. ابلع ابلع. ياي والله كسرت لي راس التكسير يا زعرور انت. اكيد اكيد يا كركور ملك التكسير بسموني انا. ها مثل هيك تفاح هوني كمان كل الفواك وبرجر. يلا يلا ما تموت. انا ما بموت من الاشكال تبعتك. طيب فانقلع احسن لك. يا سلام فعلنا. نعم هيني انا قادم. واو الان سرعة زي هيك برجع بسرعة كبيرة كمان انا وبسوي كل اشي بدي اياه. وطالع انت وين؟ بدي اطلع فوق بدي اجي هذا المكان. شايفين ما اجمل هذه الحركات؟ بجي وباخد الفوتزوكا. مش موجود الفوتزوكا بس عادي
هادي. هاي في هون كمان قفزة زي هيك. هوبا شو هذا؟ معقول اني اسويها؟ لقيت جلتش في عالم الفنانيس. حيني جيت انا كمان، خلينا واو ارجع انا عهذا المكان. والله اشي مضحك. فرر فرر ياي. خسرت. لا يلا عادي عادي، خلينا نكمل احنا الان. ايه ما في سرعة؟ لا يا ربي لا تحكوها، ايه راح تضلك الى الابد هوني. ايه زعرير شو بصير معك؟ لا راح اضلني الى الابد في هذا المكان. طلعوني جيبوني لعندكم. خليني انا انزل كل هاي النزلة واشوف شو نهاية هاي النزلة، ايش راح الاقي. انزل يا زعرور بسرعة. لقيت انا الحل هاي المشكلة. تمشي على الهواء كيف؟ عندي انا كل الحلول. والله غريبة. يلا خلينا احنا نتقدم، لازم نفوز على فانوس الكبير الان. نعم نعم يا ليلي. يلا 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 يلا، الفوز اقترب يا شباب. وي زيك. لليسار وبا ممتاز. لليمين يسار يمين يسار يمين. بتتوقعوا لو اظني انا زيك راح اخسر ولا لا؟ خلينا نشوف. يا رب ما اخسر. لحد الان ما خسرت. واو كانت قريبة مني كتير. لحد الان انا مش خسران مش خسران. وال سويتها بدون اشوف يا شباب. كيف كيف؟ والله انك اسطوري. ولا اسطوري كتير. هيني قادم يا حبيبي. لا سويتها. رائع. يلا اقتربنا اقتربنا للنهاية. يلا تعال معانا ياي من هون يا با. يا الله يا سلام. في هون ما في بالاعلى اي حديدة نضعها. نعم هاي فانوس العملاق. والله شايف. ابلع ابلع يا فانوس ابلع. خسرني هذا. والله انه قوي. يلا خلينا نرجع كمان مرة. انت ما رح تقدر اللي ما رح تقدر اللي. تعال هون. لو تلاحقني مليون سنة ما رح ترجع تمسكني مثل قبل قليل. نعم حتى انا كمان. يلا يلا امسكنا. اتحداك انك تمسكنا. يلا يا ليلي يلا يا كركور اقضوا علي الان. هيني انا بستناك عند السيارة السوداء. نفجرته. يلا وين انا كمان. يلا يا كركور اركب. يا سلام تعالوا معاي نشوف اذا السفرة الطعام عليها طعام ولا لا. يلا يلا تعالوا معاي. يلا يلا اقترب الاذان. انا وكركور وليلي الان بدنا نشوف سفرة الافطار اللي جاهز لنا يا فانوس من فريق الفنانيس. يلا خلينا نتقدم احنا الان. واحد اثنين ترارارا. يا سلام والله هذه سفرة الافطار افضل واقوى واجمل سفرة بالعالم. والله وهي الشمس قاعدة بتغرب. انا بدي اشم الهضق. لا تشم عشان ما تجوع كتير. واي في هوني هذا الصندوق مليء بالمشروبات لكن الكوكاكولا احنا ما بنشرب منه. ونعم لانه مقاطعة. واي هوني كمان جبنة دجاج كل ايش بدكو اياه موجود في هذا المكان. يلا كم باقي للاذان؟ باقي دقيقة. يلا عدوا للعشرة وراح يأذن. وان تو هاي الشمس قاعدة بتغرب. 3 4 5 6 7 8 9 10. الله أكبر. الله هيا أدان. يلا كلو. يا سلام لام رمضان كريم.